sekasi nigezi tupa mfunu tetana. Hello baby mtana sekasi nigezi tupa mfunu tetana. Thank you, Fishy. Cookies. You want the samosa? Bye, Fashy. The cookies, mom, could you let it go? Do you follow me? The top of cookies, the Fishy. Cookies? Dora. The geek is wrong. Assalamu alaikum. أنا وفاء جميل. أنا عندي مبادرة وفاء جميل إنه إحنا نعمل حاجاتنا بدقيق الذرة أو دقيق الكسرة زي ما إحنا بنسميه. طبعاً الطعام لغة، الطعام بيسافر لكل الأبعاد والشعوب اللي تقدر تقدم طعامها هي قادرة إنها توصل لأبعد مدى. والشعوب كل ما قدمت طعامها برقي كل ما أصبحت توصم بأنها شعوب راقية وشعوب متحضرة. عشان كده أنا قررت إنه إحنا نحاول نطور الطعام السوداني لأبعد مدى. وإحنا تأخرنا كتير. الكسر العاسة حقوق دي أخذت أمي أستاهر بقينا كلنا كده بناكل نفس الطعام السوداني. وفي بيئة مننا بعده خالص عن الطعام السوداني بقينا بناكل أكل تاني. بعدين يجي يقول لك والله الشعب السوداني ده شعب كسلان. إحنا ما شعب كسلان، إحنا غيرنا سلوكنا الغذائي. عشان كده بقت عندنا مشاكل غذائية كثيرة كثيرة، ما قادرين إحنا نكون متناغمين مع الوضع الجديد. يا كنا فتة، يا كنا طعمية، طعمية بجبنة، طعمية بسلطة، لكوة بطعمية. بقينا خلاص حاجاتنا محصورة على حاجات معينة. في الوقت اللي فيه انت لو تشوف زمان، يعني مثلا حبوبتي زمان بتعوز من بدري الساعة 8:30 الناس دي كلها فطرت. نمطهم كده الساعة 12 الناس اتغدت. عندهم شاي مغرب. وجباتهم الغذائية منتظمة، وجباتهم الغذائية متكاملة. لكن احنا بقى عندنا فجوة غذائية. وبقينا ما قادرين ومعتمدين اعتماد يا على القمح يا على العيش يا حاجات معينة احنا بناكل، حتى حاجات معينة احنا بنشتريها. ما عندنا حاجات متنوعة احنا بنقدر نشتريها. عملت سمبوسة الكسرة، عملت حاجات ثانية انا حابة اوريها لكم. سألتني مرة صاحبتي قالت لي أنا وفاء سوي لنا أكل سوداني، فأنا بتهرب من الزول يقول لي أعمل لي أكل سوداني خالص بالذات في المدرسة، لأنه هم ما كثير بيستساقوا الويكا ما بيقدروا يقولوا والله إحنا أكلنا أكل سوداني وصريف يعني. فأنا قمت هسه بعد سنين عملت الأكلة دي. دي كرات لحمة بالتقلية. شفت الويكة خالص، الويكة خالص من التقلية دي ما فيش. والعصيدة ذاتها محشية باللحمة. ثاني عملت الطارت. الطارت ده كان هو الطارت الابداعي، للاسف الشديد انا ما قدرت اجيبه. في حاجات انا ابتكرتها، وفي حاجات زي الكوكيز دي زي ما هي الطريقه الامريكيه اللي بيعملوا بها الامريكان الكوكيز انا عملت بها الكوكيز. لكن اللي اختلف شنو؟ انه انا عملتها بدقيق الكسره. وفي ثاني زي الايس كريم اللي قدامكم ده
ده ايس كريم بدك هو الموز. والله ايس كريم بدك هو الموز زي ما في امريكا بيعملوه وزي ما ترامب ذاته بياكل. حتى انا اضفت حاجات كثيره لان احنا بنحب السكر، فاضفت كريمه، اضفت سكر زياده على اساس انه هو يكون مصطفى للناس. دي الحاجات اللي انا بطمح انه يكون الطعام السوداني هو الطعام رقم واحد زي الطعام الاسيوي مثلا، زي الطعام الصيني مثلا. لما انت تخش مطعم سوداني او يقول لك ده المطعم مطعم بلدي، ما يقول لك والله مطعم بلدي تلقى عدة مكسره ولا صحون المونيوم ولا حاجه كده. تلقى مطعم كويس بيقدم لك اكل كويس وهو مطعم سوداني. في اي مكان في العالم، في اي مكان انت تمشي، في لندن، في نيويورك، في اي مكان تلقى مطعم سوداني والناس بيرتادوا حتى الما سودانيين. ده انا طموحي كده. بطمح كمان انه اي بنت، اي سيده او اي فتاه سودانيه تستطيع انها تقدم طعامنا السوداني وتطور فيه من خلال معاهد، من خلال مدارس. بطمح ذاته انه يكون المدرسه بتقدم برنامج التدبير المدرسي او حصه التدبير المدرسي كبرنامج دائم يكون في المدرسه في من سنه رابعه لغايه السنه، لانه ده مهم جدا، مهم جدا انه البنات يكونوا بيعرفوا بنات واولاد. صراحه ده مفترض ان احنا كلنا نكون بنعرف نطبخ كويس وبنعرف نعكس سلوكنا الغذائي كويس، وده اكيد حينعكس على سلوكنا، حينعكس على اقتصادنا، لانه اكيد الطعام سياحه واكيد الناس بيجوك من بلدهم لبلدك ويقدموا الطعام السوداني حيقولوا ايش صدرته اكل كويس، حيجيبوا معاهم عملات اجنبيه وحيدعم الاقتصاد تماما.